على التليفون واحد او واحده، في حد تاني بيبيع، في حد تاني بيستلم الفلوس، في حد تاني بيكتب وصل، في حد تاني بيفكر. كل واحد عارف دوره، بيؤدي دوره عشان تبقى المنظومه مظبوطه. زي ما بنقول في البيت، ما هو مش هيبقى الراجل لو الزوجه ست بيت بتطبخ في البيت او بتحضر الاكل، معروف الزوجه تقوم بمهمه مهمه، بيطبخ موضوع الالتزام، الناس تستمتع بعملها، تستمتع بالمهمه بتاعتها، وهكذا تستمر الحياه. ملخص المراحل، لو في ماتش كوره بيخلص الماتش بالنتيجه يا رب نبقى كسبانين، لكن في بعض الاعمال مع الفرق ممكن تبقى في مهمات محدده، ممكن يبقى في دور محدد، بتبقى مرحله الانتهاء. لو شعرنا بالتعاون الكامل، لو شعرنا بالسعاده عند اداء المهمات اللي هي حياتنا كلها، مهمه الفريق ما تنتهيش، وكل واحد فينا هو عضو في فريق. كل واحد فينا عضو في فريق. انا عضو في فريق مع اخواتي، وعضو في فريق في بيتي، وعضو في فريق في شارعي، عضو في المسجد بتاعي، عضو في مدينتي، عضو في بلدي، عضو في قريتي، عضو في الامه بتاعتي، عضو في هذا العالم. انا عضو في فريق البشر اللي لازم يبقى عندي مهمه واضحه. والنهارده دوري بتكلم فيه التقييم والمراجعه. يا ترى المهمه بتاعتنا انتهت؟ يا ترى مهمه الفريق اللي احنا فيه خلصت خلاص، فانا ما عنديش دور، او انت مالكش دور، او انت مالكيش دور؟ ما شاء الله، الله اكبر، انا ربيت عيالي وجوزتهم وكده الحمد لله دوري انتهى. سالوا اي ام واي اب، كل العيال ما بتكبر، كل هم المثل بيقول او هم بيقولوا مشاكلهم بتكبر، لكن انا بقول المهمات بتكتر والمهمه بتكبر، والتقييم والمراجعه بيستمر، والمهمه لك او لك داخل الفريق لا تنتهي. عشان كده تعالوا نشوف نتعامل مع الفريق ازاي. خمس مراحل دردشنا فيهم، دردشوا معانا فيهم وابعتوا لنا في الرسائل، ولو عندكم ما شاء الله مراحل شايفين انها مهمه ابعتوا لنا ودردشوا معانا فيها في الرسائل او على الويب سايت، وقلناها قبل كده اكتر من مره. ابو فرحه دوت كوم، عشان هم بيسالوني دايما نتواصل ازاي. التليفونات انا ما بنقدرش ناخد كل التليفونات، صعب يعني، الموضوع مش منطقي ما شاء الله، لكن ممكن نبقى متواصلين في الرسائل او في الايميلات، بيبقى كويس جدا. ازاي نتعامل مع الفريق؟ تعالوا ده اللي نتكلم فيه، دورنا ايه جوه الفريق؟ طب لو احنا قاده، ما انا ممكن ابقى اب وابقى انا القائد، ما ممكن ابقى انا المدير وانا القائد، ما ممكن ابقى عندي قياده فطريه. احنا اتكلمنا في حلقه هو القائد يصنع ولا يولد، وما شاء الله كان لنا فيها حلقات وجالنا فيها كلام، انا ما جاوبتش على السؤال، لكن الكلام ده بقى منشور على النت وعلى الويب سايت، وانا بقول لكم الكلام ده. هو القائد يولد ولا يصنع؟ القائد يصنع، وده مش موضوع حلقتنا النهارده، لكن دردشنا فيه وما جاوبناش على السؤال. لكن انت اذا كنت حابب تبقى قائد، او انت حابه تبقي تصنعي، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وكل حاجه في الدنيا بنتدرب عليها. ممكن نبقى قاده، لكن القائد الحقيقي الذي يتيح الفرصه ليرى برؤيه من حوله، بيسيب كل واحد يرى رؤيته، كل واحد يتبادل الرؤيه بتاعته، يتبادل الموضوع، الجميع يشعر معه انه قائد. هو ده الكلام. مش بنتكلم في الديمقراطيه لان هنقعد نعرفها ازاي، زي مش هنتكلم في كل مفاهيم كتيره قوي بقت واسعه قوي وشامله. لكن يعني ايه تحت الفرصه يا جماعه؟ انك تسمع، انك تشوف، انك ما تحجرش على راي زوجتك او ابنك او زميلك او بنتك، انك تشوف الرؤية، نسمع بعض، نتكلم مع بعض. دورنا في الفريق بداية نسمع ونتكلم، ودي ما شاء الله اتكلمنا فيها، نتعلم حسن الاستماع، بس نتعلم مش نسمع من هنا ونطلع من هنا، لا. كان في حلقة انا فاكرها في نفس المكان، حتى اللي بيسمع بيسمع عشان يبقى خلص الموضوع، يعني عشان يعرف يقول بقى، مش عشان يسمع، عشان يتعلم ويستفيد، عشان لما يتكلم يقدر فعلا يفيد. بداية التعامل مع الفريق،
إتاحة الفرصة للآخرين وتبادل الرؤية، دي أول واحدة. وتاني واحدة استخدام المنافسة للجميع، المنافسة على الصح، المنافسة على الصواب، المنافسة الأداء المهم. ما هو كل واحد دوره إنه ينافس على أكمل وجه. طب لو احنا عاملين فريق في البيت هتنافس فين؟ هتنافس مين؟ تنافس نفسك؟ نفس نفسك. لو دور بنتي أو ابني إن هو يذاكر ويطلع الأول في مهمته، يبقى دي المنافسة، إن هو يبقى الأول، ودوري في المنافسة إن أنا أبقى الموظف المثالي، إن أنا أبقى المدير الناجح، ودورك كأم إنك تبقي الأم المثالية، دورك تدخلي البهجة والسرور على أهل البيت، ودي المنافسة الحقيقية. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللي نشوف حياتنا أسعد إزاي، اللي نشوف ذكرانا طيبة إزاي، اللي نشوف إحنا بنتكلم إزاي، بنقول إيه، بنبص إزاي، ملامح وشنا عاملة إيه في وسط الفريق. يا ترى إحنا الناس المكشرة المقفلة اللي ما يعلم بيها إلا ربنا، ولا عندنا إرهاق من العمل؟ ما أنا ممكن أبقى مرهق من العمل، لكن ربنا يرزقنا بشاشة الوجه والقبول يا رب عند العالمين وعندك يا رب العالمين. القبول اللي بيبقى موجود، المنافسة على الابتسامة، على الكلمة الطيبة، على أداء الدور على أكمل وجه، تدورنا في الفريق. والكلام التدبير ده الشغل الشاغل للبشرية دلوقتي، مش هنقول لدول العالم الثالث، لا لا لا، كل البشرية، كل العالم بيتكلم على التدريب. موضوع التعليم موضوع طويل جدا بياخد وقت، لكن التدريب ما بياخدش وقت. درب فريقك في كل الظروف، درب ولادك، درب الموظفين اللي معاك، درب زمايلك، بس تدربهم على ايه؟ على اللي بتدرب عليه نفسك، على اللي بتدربي عليه نفسك. دربوا نفسكم على الكلام الطيب، على ما شاء الله لا قوة الا بالله. زمان كنت بقولها، انا كنت بقول حاجات في البرنامج اول ما بطلع زمان، كل ما بتبقى هناك مرحلة بيحصل نضج، فدرب نفسي ايه اقول ايه وما اقولش ايه، ادرب نفسي اقول ما شاء الله. اعرف واحد ربنا رب يحفظه، هو حد بقى كبير قوي، وكان ابن حد كبير وعظيم، لكن سبحان الله يعني كان عنده عادة، يعني مش من باب الغيبة ولا حاجة، لكن في مرة وانا صغير خالص، يعني زمان كنت صغير زي صغننين كده اللي بيتفرجوا علينا، فاكرها في تانية ثانوي، جبت نظارة جديدة وكنت يعني فرحان بيها قوي، فهو بيكلمني بقول ايه يا عم ده نظارة جامدة قوي، قبل ما يكمل كانت النظارة وقعت على الارض، فوقف يعني جاله ذهول لان كنا في وسط اصحابنا. والله انا مش قصدي احسدها، انا مش قصدي احسدها، الواحد ده سبحان الله شهر عنه ان اي حد بيشوف حاجة بيحسدها، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يا رب يحفظه ويكرمه ايا كان، انا معرفش هو فين دلوقتي، لكن ما يكلمش حد غير بدا الكلام يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا اتعلمت منه في ساعتها، ما يكلمش حد غير يقول له ما شاء الله لا قوة الا بالله، انت عامل ايه؟ ما شاء الله ازيك؟ ما شاء الله انت بخير؟ ما شاء الله عربيتك جميلة؟ ما شاء الله بدلتك حلوة؟ ما شاء الله جرافتتك حلوة؟ ما شاء الله يا اخي انت وشك جميل، انت وشك صبوح، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ضرب نفسه على ما شاء الله، بعد ما كانت الناس تخاف منه ان تقابله بتسمع منه كلمة ما شاء الله. تدريب جوه فريق كان هيفقد كل الفرق، لكن درب نفسه. انا بكلمكم من تانية ثانوي لما شاء الله مكان ما احنا موجودين دلوقتي، وهو حد في قناة كبيرة كمان ما شاء الله، بقى مخرج كبير كمان في البرامج الهادفة الطيبة، ما شاء الله ده تدريب زيها بالظبط. ما احنا كنا بنقول في اسكندرية لفظ ما عرفش ايه، وفي طنطا لفظ مش عارف ايه، وفي مصر لفظ مش عارف ايه، وفي سوريا وغيرها. ما انت مش انت يا استاذ حمدي، استاذ حمدي بيقول مش انا، مش استاذ حمدي يا جماعه ولا حد في القناه دي خالص، لكن ندرب نفسنا ازاي. ندرب نفسنا، هقول لكم كلمه قالها فيلسوف صيني قديم قوي كان اسمه منيسيوس. منيسيوس دوت كان من تلامذه كونفوشيوس. كونفوشيوس قيل انه قد يكون نبي، الله اعلم ما نعرفش طبعا، بس ده يعني حكيم صيني قديم، ده اشهر حكيم موجود مش في الصين بقى، لا ده في العالم، كونفوشيوس. كل اللي بيقروا في الكتب بتاعه الحكمه كونفوشيوس على طول لازم يقابلوه. منيسيوس بيقول ليس هناك وصف للقائد اعظم